السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وفي أخرى أو رواية أخرى: من حفظها دخل الجنة. ومن أسماء الله الحسنى التي وردت في كتابه اسم الكافي، ومعنى الكافي أي الكافي ما يحتاج إليه عباده من رزق وكلاءة وحفظا، والكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائجه الدينية والدنيوية. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. أيها الإخوة الأفاضل، التوكل على الله سبب لكفاية الله جل وعلا لعبده. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ما أهمه من أمور دينه ودنياه. والتوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار من أمر الدنيا والآخرة، وأن يحقق العبد إيمانه بأنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا هو سبحانه. قال بعض السلف: إن الله تعالى جعل لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه كفايته لعبده بنفسه سبحانه، فلم يقل: من توكل علينا فله من الأجر كذا وكذا كبقية الأعمال. ولو توكل العبد على الله عز وجل حق التوكل لم يحتج إلى غيره، بل لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله جل وعلا له فرجا ومخرجا، بل لا تسأل عن الأمور التي تتيسر له وعن الشرور التي تندفع عنه وعن الخيرات والأرزاق التي تفيض عليه. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أيها الإخوة الأفاضل، ومن آثار الإيمان بهذا الاسم الكافي، أولاً أن العبد إذا علم أن الله جل وعلا هو كافي عباده رزقا وحفظا وكلاءة ونصرا اكتفى به واستغنى به عمن سواه، كما جاء في سنن النسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استكفى بالله كفاه الله، فمن حس بضيق أو هم فليتوكل على الله الكافي، فإن الله تعالى سيكفيه ما أهمه. في صحيح الإمام مسلم في قصة الغلام الذي جاءوا به إلى الملك فقال: إما أن ترجع عن دينك وإما أن نقتلك، فرفض. فقال لأصحابه: اذهبوا به إلى الجبل، فذهبوا به لأعلى قمة في الجبل، قالوا: إما أن ترجع عن دينك وإما أن نطرحك أرضاً، فرفض وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف الجبل وسقطوا جميعاً ونجى الغلام. فرجع إلى الملك فقال: أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله عز وجل بما شاء. قال: اذهبوا به إلى عرض البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فأغرقوه. فذهبوا به، ركبوا القارب وذهبوا لعرض البحر
وقالوا إما أن ترجع عن دينك وإما أن نغرقك أو نرميك في البحر. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. فسقط القارب وغرقوا جميعا إلا الغلام. ثانيا من آثار الإمام بهذا الاسم الكافي أن من كان عليه دين فليسأل ربه عز وجل أن يكفيه هم هذا الدين، كما جاء في سنن الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاء إلى علي رضي الله عنه عبد يريد أن يعتق من سيده وعليه أو بقي عليه بعض المال، فيريد من علي أن يساعده في تسديد هذا الدين. قال علي رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات علمنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعك بها؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ثالثا أنه يشرع للمؤمن أن يسأل ربه أن يكفيه شر الأعداء. قال سبحانه: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خاف من رجل أو من قوم قال اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. وفي صحيح الإمام البخاري من حيث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي أن الله تعالى كافينا. فلما قالها إبراهيم عليه السلام كانت النتيجة: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت العاقبة: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. رابعا من آثار الإمام بهذا الاسم الكافي أن الله تعالى كفى المؤمنين شر أعدائهم في مواضع كثيرة، فمن ذلك في غزوة بدر كانوا على قلة عددا وعدة، وكان عدوهم قوي وكثير. قال الله جل وعلا: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وكذلك في غزوة الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. الخلاصة أن الكافي اسم من أسماء الله جل وعلا، ومعناه الكافي عبادة ما يحتاجون إليه رزقا ومعاشا وكلاءة. الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائجه الدينية والدنيوية. ويشرع للمسلم أن يسأل ربه أن يكفيه شر من آذاه وظلمه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم أصلح ولي أمر المسلمين وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتحضه عليه، اللهم أصلح شباب المسلمين ونساهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.